الله معكم أحبائي باليوم السادس من الأسبوع الأول بزمن الصوم. سؤالنا لليوم: شو قيمة التواضع؟ جواب لنا بيجي من كلمة الله بإنجيل اليوم: من يرفع نفسه يواضع، ومن يواضع نفسه يرفعها. كلمة رجاء أحبائي: الصوم هو دعوة لاكتشاف ضعفنا وصغرنا قدام حب الله الكبير لنا. الصوم هو دعوة للابتعاد عن التكبر والاعتراف بمحدوديتي قدام قدرة الله. الصوم هو دعوة للابتعاد عن فكرة انه أعمالي وكل شيء بملكه بهالدنيا قادرين يعطوني ويخلصوني. واتذكر دايما قول الرب: اليوم تؤخذ روحك وكل ما أعددته لمن يكون. الصوم هو دعوة أحبائي للانفتاح على محبة الله الكبيرة يلي هي كفيلة إنه تخليني حب الآخرين، اقبلهم بضعفهم وعيش التواضع. وردد مع الرب يسوع بإنجيله مع العشار: اللهم اصفح عني أنا الخاطئ. وصوم مبارك.